ضيفنا الان ومحطم 10 ارقام قياسيه تفوق تخيل حتى على ابن بطوطه بعدد السفرات. سافر الى 177 دوله وباقي له بس ها كم دوله ويلف العالم كله ما شاء الله. فريد لفته كابتن طيار، يا اهلا وسهلا فيك. صباح اهلا وسهلا. صباح الخير. ما شاء الله الف مبروك. ولا يعني نقول الحمد لله على السلامه ولا هو ايش يبارك لك؟ انت مسافر الحين ولا مو مسافر؟ والله أنا جيت من فيينا قبل يومين وبكرة طالع على أستراليا. ما شاء الله. طيب كلمنا على أرقامك القياسية. أرقام القياسية كان أول رقم قياسي خاص باسمي هو أكبر علم في العالم فوق الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012. الرقم القياسي الثاني كان في دبي مع حكومة دبي، مجلس دبي الرياضي، كان أكبر حمام السلام مكونة من 1,250,000 زر ملابس في برج خليفة. بعدها رقم قياسي في النجف بأطول سلسلة بشرية مكونة من 5,000 إنسان و 5,000 دب اللي هم أطفال. ما شاء الله. رقم قياسي في جامعة بغداد بأكبر رمز للسلام مكون من 3,000 لعبة. رقم قياسي في محافظة بغداد بأكبر درس للقراءة مكون من أو شاركوا به تقريباً 4,000 طالب وطالبة. بعدين أكبر علم بالعالم مكون من 5,000 جسد إنسان اللي هم الشرطة مع وزارة الداخلية. بعدين أكبر رقم، أكبر بوستر في العالم اللي هو خارطة العراق الحضارية والتاريخية 7,200 متر مربع. أكبر سرب للطائرات مع وزارة الدفاع طيران الجيش 30 هليكوبتر. وأكبر علم مكون من بصمات الأصابع 1,200,000 إنسان شاركوا به. فريد حد علينا. ما شاء الله عليك. ورقم مع الحكومة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية، كان بأكبر حمام السلام مكونة من بصمات من الربر ستامب اللي هي الختمات، شاركوا بها 5,000 طفل سوري وعراقي وأردني. ما شاء الله. ما أعرف إيش أقول. أنا ما أتذكرهم صراحة من كثرهم يعني نسيت صراحة. ما أعرف إيش أقول. لا بس فريد ما شاء الله عليك، يعني هذا كله يعني إحنا نسميك مكتشف ولا مغامر ولا مسافر، يعني إيش تصنف نفسك إنك إيش؟ محب للحياة. محب للحياة. بالضبط يعني. جميلة. يعني حلوة الكلمة. يعني تعقيبا على آنسة هدى، أنا أحب الحياة، أحب إنه أعيش الحياة بأقصى ما ممكن، إنه أستمتع بها بكل لحظة. فلهذا أنا قبل أن أكسر رقم قياسي أو قبل أنه أدرس أو قبل أن أسوي أي عمل، يجب أن يكون الدافع مالتي هو الشغف، يجب أن يكون جميل. الدافع مالتي هو الحب. إذا ما موجود الحب أكيد ما راح يكون هناك إبداع. أكيد راح يكون عملي روبورتي، وأنا ما أحب العمل الروبورتي بطبيعتي. الروتيني بس يمكن أغلب الناس، يعني أنا علي يمكن علي كسر شوية، بس عندنا هذه الحياة، ويمكن لما نطالع فيك نقول يعني ما شاء الله يمكن هو كسر الكثير، يمكن بيسوي أشياء أنا ما أقدر أسويها. فأنت إيش تحس، إيش رسالتك للناس، إيش تحب تقول لهم؟ رسالتي إنه استمتع بالحياة، إنه لا تخلي هدفك المال أو الشهرة أو البرستيج اللي هو المكانة الاجتماعية، هذه كلها تجي بعدين. أنت خلي هدفك بالأول اللي هو الاستمتاع بالحياة. أنا متأكد لما تستمتع بالحياة، لما أنت تقوم بالعمل لأجل الاستمتاع راح تبدع به، ولما تبدع راح تجي هاي الأشياء هي أوتوماتيكيا. فأنت لا تستعجل عليها، لا تخليها هي الهدف الأول، خلي الهدف الأول الاستمتاع، وبالأخير هي كل هاي الأمور تجي بعد. فريد هو تباع. فريد هو دائما الناس عندهم يعني مشكل، الناس نفس الحكاية، في ناس يسافرون عشان سبب معين. أنت بالنسبة لك تسافر تبحث عن ماذا؟ أبحث عن الاستكشاف. أنا بطبيعتي أحب العلوم، أحب الاستكشاف، والاستكشاف أو الفضول هنا هو الفضول الإيجابي، الفضول باتجاه المعرفة، باتجاه الاستكشاف كل شيء. فلهذا أنا حتى الفضاء اتجهت له، لأنه ردت أسبر أغوار هذا الفضاء. يعني دربت على الفضاء وصرت رائد فضاء مؤهل، بس ما طلعت الفضاء لسه. أنا هدفي دائما هو الاستكشاف، يعني حتى في السفر دائما أبحث عن التاريخ، عن الحضارة، أحاول أنه أكون صداقات من نفس الدولة يسولفوا لي عن تاريخها، لأنه من خلال السفر أنا تعلمت التاريخ والجغرافيا وتعلمت اللغات وتعلمت هواية أمور. حلو. السفر هو بحد ذاته هو مدرسة، هو بحد ذاته هو درجة. أنت ممكن تأخذ بين ماستر أو البكالوريوس، أو ممكن أنه ما تأخذ بأي شهادة إذا أنت كان مجرد
تروح تاكل بالمطاعم او تاخذ صور وبس. بس اتوقع يعني زي ما انت ذكرت يعني على حسب نوع السفر، في ناس خلاص يسافروا كل نفس المكان كل سنه، لازم يتمشوا على الشانزليزيه، يشتروا الكروسون وياخذوا السيلفي مع ايفل تاور، صح؟ يعني فيمكن حسب نوع انت تحكين وتوعين على علي. لا بس هو يعني علي لا انا بالعكس، علي جدا مختلف، عشان كذا انا احس هو يمكن يفهمني لانه هو برضه يحب يكتشف. بس فريد انت عندك مغامرات كثيره، فايش اصعب المغامرات اللي سويتها؟ يعني أصعب مغامرتين اللي هي قمة إيفرست والقطب الشمالي، باعتبار أنه الظروف البيئية هناك والظروف المكانية جداً صعبة. يعني بالنسبة لقمة إيفرست، أولاً برودة الجو، ارتفاع المكان بعيد عن كل وسائل الحضارة، فلهذا عملية التسلق والقفز فوق قمة إيفرست هي بحد ذاتها هو عمل جداً صعب، عمل يحتاج إلى فتنس عالي، يحتاج إلى لياقة، يحتاج إلى قوة قلب، كثير كثير أمور محتاجة requirement حتى أنت تقدر fulfillment، يعني هذا تسوي هذا الإنجاز. القطب الشمالي نفس الشيء، باعتبار أنه مكان بعيد جدا، حتى فوق خط العرض 70 حتى اتصالات تنقطع، يعني أنت بعد خط العرض 70 تكون أنت تقريبا ما قبل 500 سنة ما قبل اختراع الاتصالات، فأيضا ظروف جوية صعبة، المكان بحيوانات خطرة منها قطب الدب القطبي، فلهذا أعتقد أنه هذني أصعب إنجازياً أنا قمت به. إحنا كنا بنشوف فيديو، أعتقد كنت بحطنط من طيارة ولا نطيت من طيارة؟ أكيد نطيت لأنه أنا هسه على الأرض. لا في الفيديو قصدي. حسبتك متعلق بس. أكيد. لا صراحة هالسؤال. طيب فريد بسألك، أنت سرحت 177 دولة. صح. والعالم كله 196 دولة. تقريباً إيه. يعني باقي لك أنت 17 دولة، مخطط عليهم ولا مو مخطط؟ مخطط أكيد أكيد، أنا هسه في سفرتي إلى أستراليا إن شاء الله بكرة، أنا مخطط لأنه أروح إلى فيجي فصير 178. أوه حلو. طب فريد، من كل هذه البلدان اللي انت رحتها ما في كذا بلده يعني دخلت قلبك تحب تروحها ثاني؟ انا شوفي دائما يسالوني منو الافضل البلدان بالنسبه لك، انا ما احب هاي المفاضله، بس جوابي دائما يكون مثل الاجوبه الدبلوماسيه اللي قدمتيها شفتي حتى هو بعد تو يشوفك اول مره الحين بعرف انك دبلوماسيه. جوابي بسيط، انا دائما عندي في تصنيف اي دوله الناس، بعدين التاريخ، بعدين الطبيعة، بعدين البناء والتقنيات، يعني يهمني أكثر شيء الأتموسفير. والأكل. يجب أن يكون الناس مبتسمين. والأكل. الناس لا لا ما يهمني الأكل يعني. يهمني الأتموسفير، إذا الناس مبتسمة أحس أنه المكان بهالة إيجابية. فين في أماكن فيها ناس مبتسمة؟ المكان إيجابي، أنت أوتوماتيك تبتسم. إذا أدخل بعض الدول وأحس الناس كئيبة، رأساً أحس بالكآبة. طب وصباح استوديو صباح الخير يا عرب، كيف أجواء مبتسمين ولا لا؟ تشوفيني مبتسم؟ أكيد يعني. الحمد لله، رح تيجي تزورنا ثاني. أكيد. فريد بسألك سؤال، يعني في كثير من الناس يعتبرون أن المدينة تكون كويسة ولا سيئة بناءً على تجربتهم هم في المدينة، فهل توافق أنت الشيء هذا ولا؟ لا، أنا أعتقد أنه القضية هي ماتشوال، يعني تبادل، يعني مثل ما أنت تأثر بالمكان، المكان أكيد يأثر بك. إذا كانت آفاقك مفتوحة، وإذا أنت كانت عندك قدرة على استيعاب وامتصاص كل اللي حولك بشكل إيجابي، أكيد راح تكون مخرجات جيدة. بس إذا أنت كان يعني، أنا ما أقصد أنت، أنا أقصد يعني بشكل عام، إذا كان العقلية غير منفتحة وغير قابلة على استيعاب المكان من الناحية البيئية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية التاريخية، تقبل الآخر، أكيد راح تكون التجربة سيئة، فهي تبدأ وتنتهي بالشخص نفسه. حلو. يمكن كثير مشاهدين يشوفوك أنه ما شاء الله عم يكتشف وبتسافر وبتروح، بس الناس اللي بتشوف مغامراتك والأشياء الجريئة اللي بتسويها خصوصا حيقول هذا ما شاء الله ما يخاف على نفسه، ما يخاف على حياته، إيش تقول لهم اليوم؟ لا لا بالعكس، يعني أنا دائما أقولها أنه المغامرة هي موجودة في كل الحياة، يعني في ركوب السيارة، في كل مفاصل الحياة موجودة المغامرة. أكو فرق بين المغامرة والتهور. صح. أنا دائما أحاول أنه أفصل بين المغامرة والتهور، بدليل أنه أنا دائما أبحث عن الأدوات، ويجب أن تكون الأدوات بها مينتنانس، الأدوات جديدة، أكو خطة للإخلاء، أكو خطة لإنقاذي، إضافة إلى أنه أنا دائما أقوم بهذه الأعمال ويكون في ظروف جوية جيدة، يكون في ظروف مكانية جيدة. يعني أنا أحب الحياة، وبالتالي اللي يحب الحياة هو يحب سلامته، ضروري يعني ضروري. صح. السلامة جدا مهمة. شكرا لك فريد لفتة. بلخص أنا فريد لفتة، بما أنك أنت مسافر
مسافر مغامر مستكشف، فبقول فريد لفتة المحب للحياة. شكرا لك، يعطيك شكرا لك مرة ثانية، جينا نضبط لك كذا شيء من فوق تنزل لنا به. يعطيك العافية، شكرا.